السلام عليكم أعزائي. في بداية الكورس الثاني راح تكون محاضرتنا الأولى في اللغة الإنجليزية حول موضوع المودل فيربس. إذن كإنترودكشن للمودل فيربس، the modal verbs are can, could, may, mate, must, will, would, should, ought to. They are known as modal auxiliary verbs because they help another verb. تتذكرون في بداية الكورس الأول تكلمنا حول الـ auxiliary verbs، قلنا إنه الـ auxiliary verbs هي أفعال مساعدة، وقسمنا الأفعال المساعدة إلى حقول، وقلت لكم أكو بعد حقول أخرى categories. الأول اللي هو الـ auxiliary verb اللي هي أفعال الكينونة اللي هي الـ is والـ are والـ am، ومن ثم قلت لكم أكو مجموعة أخرى تدعى بأفعال العمل اللي هي do و does و did. هسه وصلنا إلى مجموعة أخرى اللي هي الـ modal auxiliary verbs اللي هي مثل can و could و may و might و must وإلى آخره. فمثلا نقول I can swim حتى أعبر على الاستطاعة بالسباحة. I can swim. Do you think I should go؟ هذا استخدام آخر. نجي هسه للموضوع اللي هو الفورم. فورم يعني الشكل، شلون تجي أشكال الأفعال المودل فيربس بأي صيغة. So number one, there is no s in third person singular. نعرف أنه إحنا بعد ما يكون الفاعل مالتي she أو he أو it والوضع في زمن الـ present simple، لازم أني أخلي للفعل الرئيسي أس الشخص الثالث، وإحنا سميناها أس الغيبة، صح؟ لأن أنا قاعد أتكلم عن شخص هو مو موجود حاليا بالمحادثة. زين، في حالة وجود أحد المودل فيربس تنشال أس الشخص الثالث. فنلاحظ هنا she can sing، ما نقول she can sings، هاي نقطة مهمة جدا. She can sing. He must be tired. ما قلنا tired. ماشي. Number two, there is no do, does, do not, doesn't in the question or negative. نعرف إذا تتذكرون من تكلمنا حول عمل صيغة سؤال أو حول نفي جملة معينة، لازم شنو؟ لازم نضيف do أو does. فهنا أنا في حالة عندي أني modal verb ما يحتاج إنه أحط do بعد أداة الاستفهام. فش يصير؟ يصير what should I do؟ من نقول what do should I do؟ أوكي؟ يعني إحنا بصورة عامة نقول what do you do؟ صح؟ what do، لأن إحنا قلنا بالاستفهام في حالة ما عندي فعل لازم أضيف أحد أفعال العمل، فصير what do you do يعني ماذا تفعل. لكن إذا أريد أستخدم should أحذف الدو الأولى، صير what should you do، ما أقول what do should you do. واضح؟ نفس الحالة he cannot swim أو he can't swim، ما أقول he do not أو he doesn't can swim، ما يصير أقول he doesn't can swim، لا هي الكان نفسها يعني تقوم بعمل أفعال العمل. زين، number three, modal auxiliary verbs are followed by the infinitive without to. The exception is ought to. يعني شنو؟ يعني المودل auxiliary verbs ما أقول وياها to، يعني ما أقول you must to go، لا أقول you must go، عدا ought to، you ought to see a doctor. واضح؟ هذا هو بمعنى الانفينيتيف. الانفينيتيف يعني المصدر، يعني يكون فعل زائد to. نكمل مع الفورم. number 4، they have no infinitives and no ing forms. other expressions are used instead. يعني نفس الحالة، يعني نقدر نقول مثلا I'd love to can sing، اوكي، ولا نقول I'd love نضيف ing. فش نسوي؟ نغيرها. شوف شو يقول هنا، وي شوف they have no infinitive and no ing forms
other expressions are used instead. يعني نستخدم تعابير أخرى. فش نقول؟ نقول I'd love to be able to sing. واضح؟ لأن من يصير نقول I'd love to can sing حتى نبين استطاعتنا في الغناء. إحنا قلنا can يعني يستطيع. فما يصير، ما عندنا هيك صيغة to can. بالتالي نعوضها بغير صيغة اللي هو to be able to sing. هذا أيضا مهم. 5. They don't usually have past forms. We can use them with perfect infinitives. فمثلا نقول You should have told me that you can't swim. You might have drowned. واضح؟ يعني بصورة عامة نستخدمه ويا perfect tenses. Okay? You should have told me that you can't swim. You might have drowned. Drowned يعني تغرق. إذن والأخيرة note، ملاحظة عندنا could is used with a past meaning to talk about a general ability. نستخدم could مع الماضي لكن لكي تعطي فد معلومة في يعني تعطينا معلومة على قدرة عامة. مثلا شلون؟ مثلا أقول I could swim when I was six. يعني هنا قدرة general ability، قدرة عامة بصورة عامة. أنا كنت أقدر أسبح من كان عمري 6. يعني هو أكيد لحد هسه يعرف يسبح. إذا هنا عندنا general ability. دور ننتقل من الفورم اللي هو الشكل للصيغة إلى اليوس اللي هو الاستخدام. Modal verbs express our attitudes, opinions, and judgments of events. Modal verbs express our attitudes, opinions, and judgments. هنا شنو يقصد؟ يقصد هنا عندنا انه هالمودل فيرز نستخدمها لكي تعبر عن آرائنا، تصرفاتنا، احكامنا على عمل او حدث معين. فهذا هو الوظيفة من عندها. هذا بهذا الوقت احنا نستخدم المودل فيرز. فمثلا نقول Who is that knocking? Knocking يعني يطرق. نلاحظ انه الكي سايلنت صامت. لما نقول knocking نقول knocking. Who is that knocking on the door? شو يصير الإجابة؟ It could be Joan. أنا قاعد أعطي opinion. It may be Joan. It must be Joan. يعني هنا أنا متأكد. قاعد أعطي judgment. It must be Joan. It should be Joan. It cannot أو it can't be Joan. إلى آخره. فكل هاي العبارات المودل فيرز إنها استخدمناهم لكي يعبرون to express our attitudes or opinions. زين. Number two, each modal verb has at least two meanings. هسا بدنا نعرف شنو معاني المودال فيربس، شنو المعنى اللي تنطينا اياه بالجملة. One use of all of them to express possibility or probability. يعني في معظم الأحيان تجي بمعنى الاحتمالية أو القدرة. ماشي. أيضا تجي مثلا هنا عندنا ب I must pass this letter بالobligation، يعني صيغة الأمر أنه أنا لازم أنه أرسل هذه الرسالة أو أعطيها بالإيميل. Obligation. ممكن تجي أيضا could you help me request، طلب. We could go to Spain for our holiday. Possibility احتمالية. يعني we could or we could not. يعني ممكن نروح، ممكن نقدر نروح، ممكن ما نقدر نروح إلى إسبانيا. You may go home now. Permission. يعني انطاك الإذن، انطاك السماح. You may go home now. مثلا أنا شخص المقابل أشوفه يريد يروح للبيت أو ضايج أو كذا، أقول له You may go home. يعني أنت لك السماح أنه تروح للبيت. Where is Anne? I am not sure. She may be at work. أنا هم possibility احتمالية. هي أنا ما متأكد وينها آن. أنا ممكن إنها تكون في العمل. Making requests. هسا إحنا عرفنا اليوس مالتهن، عرفنا معانيهم. هسا نريد إحنا نسوي request. شلون أسوي طلب؟ باستخدام can, could, will, and would.
بصورة عامة أكو قواعد يعني كلش كومن، كلش استخدامها شائع. There are many ways of making requests in English. For example, can, could, will, would, plus you, plus help me please, أو pass the salt please. Salt يعني ملح، يعني الشيء اللي أنت تريده. مثلا أقول can you open the door, can you pass the water, the glass of water please, إلى آخره. فهي القاعدة اللي بصورة عامة يعني شائع استخدامها. Will you help me please, would you help me please. ممكن أيضا نقول would you mind helping me please, would you mind helping me please. ممكن أيضا أقول can, could, can I. ممكن أيضا نقول can, could I speak to you, can I speak to you please, could I ask you a question. أو ممكن أيضا نقول would you mind if I open the door. طبعا هنا هسه واحد يقول لي يا هي استخدمها أي قاعدة، ماكو قاعدة معينة، هو كل هذا طلب. يعني أنت ممكن تقول can you help me please، تقدر تقول could، أو تقدر تقول would you help me please، أو تقول مثلا would you mind helping me please. ممكن تقول أيضا could I speak to you please، would you mind if I open the door و open the window. يعني ماكو فد قاعدة معينة هنا، هنا أنت حر تريد تستخدم can you help me please أو would you mind helping me please. أكو فد variety بسيط بال politeness، بس هذا بعدين راح نتطرق له، إنه مثلا شنو الفرق ما بين must وبين have وبين should، بعدين نتطرق إلى هذا الموضوع. هسه إحنا حاليا لازم فقط نعرف ال rule مالتهم، واضح؟ إذن بعدها، بعد ما عرفنا اليوس الأول والقاعدة مالتهم، ننتقل إلى بي. could is a little more formal، أكثر رسمية. can is a little more familiar، familiar يعني أكثر شائعة. could I، could you for example، could I speak، could you help me، are very useful because they can be used in many different situations. واضح؟ يعني مفيدين كلش، لأن احنا ممكن نستخدمهم بأكثر من موقف. Here are some ways of responding to a request or to requests. هذا جدا مهم هالفقرة، لأن ممكن تجي بامتحان. يعني شلون أني تكون إجابتي لطلب معين؟ إذا واحد قال لي excuse me could you help me، excuse me could you help me، شنو اللي لازم أقول له؟ يعني أحط طلب من عندي مساعدتي، راح أقول له sure of course. ممكن تقول له طبعا sure، ممكن تقول له of course، وإذا ما تقدرش تقول له تقول له well I'm afraid I'm a little busy، أو I'm a little bit busy right now. هايته. Could you excuse me could you help me، well I'm afraid I'm a little bit، أو I'm a little busy right now. يعني من أنت تريد ترفض المساعدة ما تقدر تساعدة. Would you mind if I open the window، would you mind if I open the window. No not at all. No that's fine. Well I'm a little cold actually. Well I'm a little cold actually. هنا أنا رفضت بصورة politely، بصورة مؤدبة. ولهنا أنا تنتهي محاضرتنا وياكم. في حالة وجود أي سؤال، أي نقطة ما فاهمها، ممكن تكتب لي بالكومنتس بالتعليق، وإن شاء الله أرد عليها بأسرع وقت. شكرا جزيلا.